مثال. معانا على التليفون سيادة النائب محمود بدر، اهلا بيك يا محمود. اهلا بيك يا استاذ يوسف، عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ تمام فل. جلسة النهاردة كانت جلسة ساخنة، وانا اعلم ان الجلسات الساخنة هي من الجلسات المحببة الى نفسك وقلبك دائما. طبعا. قول لي جلسة النهاردة حجم السخونة فيها تقدرها بكم على 10؟ ولماذا ترى ان هذه الجلسة مهمة خاصة في المناقشة مع وزير التموين الدكتور علي مصلحي؟ شوف، انت بتتعامل مع وزارة من اهم الوزارات في مصر، تقريبا الوزارة اللي لها علاقة بالسلع الاساسية والاستراتيجية للمصريين، اللي لها علاقة باكلهم وشربهم، اللي لها علاقة بالامن الغذائي للدولة المصرية. وبالتالي انت بتتعامل مع واحد من اهم احتياجات المصريين. فكان لازم يكون في جرأة في طرح ما يقول الناس في الشارع المصري لوزير التموين. وخلينا نقول بكل صراحة كده يوسف، ما فيش خمسة بيقعدوا مع بعض في مصر النهاردة أو اثنين أو حتى واحد بيقعد مع نفسه إلا لما بيتكلم عن الأسعار طبعا. وارتفاع الأسعار وماذا تفعل الدولة لمواجهة هذا الموضوع. وإحنا بنقول إن في شقين، في الشق العالمي اللي ده خارج عن إرادة الدولة المصرية وخارج عن إرادتنا، وفي الشق المحلي بقى اللي هو قدرة الحكومة على استيعاب ده، وإنه يبقى العمل الحكومي يكون بشكل بارع بحيث انه لا يتاثر المصريين بشكل كبير جدا. فهل احنا شفنا ده من وزاره التموين؟ انا اظن انه لم نرى هذا من وزاره التموين، وده اللي احنا واجهنا بيه الوزير النهارده. زائد انه كان عندنا مجموعه حاجات الحقيقه يعني انا بشوفها، وده اللي انا قلته النهارده في طلب الاحاطه الخاص بيا. انا سالت سيد وزير التموين، يعني لما نبقى احنا بلد لا لديها اكتفاء ذاتي من سلع زي سلعه السكر، وخلال الفترة اللي فاتت يوصل سعر السكر 50 جنيه ويطلع الوزير يقول انه المجمعات الاستهلاكية موفرة سكر ب 27 جنيه، المصريين يروح المجمعات الاستهلاكية للأسف خاوية على عرش، ما فيهاش لا سكر ولا فيها رز ولا فيها زيت ولا فيها أي سلع من المصريين بيحتاجوها. رغم ان المجمعات الاستهلاكية ومشروع زي جمعيتي دي أحد آليات الدولة عشان تواجه هذا الغلاء، يعني لو أنت بتقول أنا سوق حر وما بقدرش أجبر التجار و و و لكن تنزل، مفترض ان انت كدوله بتوفر بقى البدائل اللي تنافس هذه الاماكن وتوفر السلع للمواطنين بسعر مناسب. طب انت مش بتوفر ده وانت كوزاره التموين رغم ان ده دورك ما بتعملوش. طيب تاني حاجه، هل ده ما بيخليش الوزير يستشعر الحركه؟ يعني احنا تقريبا تاني مره نواجه وزير التموين في خلال 7-8 شهور بنفس هذه المشاكل، ولم يستشعر الوزير الحرج من جراء ده. طيب لما نيجي نقول انه عندنا ازمه كبيره مثلا في كل سنه تقريبا، المستشار الاعلامي مره للوزير، مستشار الوزير للرقابه، احنا تقريبا كل سنه او سنه ونص بيتم ضبط قضايا فساد من الرقابه الاداريه داخل وزاره التموين. الا يجعل وبعضها يعني في مكتب السيد الوزير نفسه، يعني بعضها في ناس مستشارين للسيد الوزير وبيتعينوا بقرارات من السيد الوزير. هل لا يستشعر الوزير حرج من مثل هذه الامور؟ كل ده احنا كنا بنواجهه في النهايه هو ليس موضوعا شخصيا ما بيننا وما بين السيد الوزير، يمكن احنا ما فيش خلاف شخصي، يعني احنا كنا اصدقاء في البرلمان وبنقعد دايما مع بعض، لان هو مع الوزير يعني للاسف ياخد الامور بمحمل شخص يعني، وكاننا ايه؟ يعني في بيننا وبينه طار او ورث بنتخانق عليه، الحقيقه مش كده، نحن نختلف ونتفق لمصلحه المواطن المصري، يعني لو هو الوزير ادى دوره على اكمل وجه احنا كنا هيجي المجلس النهارده وهنقول له تمام والدنيا زي الفل، وبيتقال في مجلس النواب لبعض الوزراء اللي بيأدوا بشكل جيد تمام، الله ينور. لكن لما يبقى في قصور شديد جدا في اداء دوره فلا، هنقف وهنقول لك لا وهنواجهك بكل ما يقوله المصريين لان ده دورنا. ويمكن السيد رئيس مجلس النواب النهارده كان واضح وحاسم، هذا هو دور النائب، قال بشكل واضح ليس دور النائب الدفاع عن الحكومه ولكن دور النائب مراقبتها ومحاسبتها. طبعا. طيب هنا محمود يجي سؤال، يعني مفترض جدلا انه هو مش افتراض جدلي، مفترض واقعا انه السيد وزير التموين اتى من تحت قبه البرلمان واستعانت به الحكومه لكي يكون وزيرا لانه يعلم جيدا حجم مطالبات الشعب بتبقى ماشيه عامله ازاي. اذا يجي هنا السؤال، في رايك لماذا لم يتحرك معالي وزير التموين خلال الشهور الماضيه لعلاج اي ازمه خالص على الإطلاق؟ بل أنه في أزمة السكر إن كنت تتذكر كان شايف أنه العلاج هو أن احنا هنستورد كميات من السكر حتى توفي الاحتياج المحلي اللي أنا أصلا عندي منه
اكتفاء ذاتي، انا عندي اكتفاء ذاتي تقريبا طبقا لكلامهم زائد كلام وزاره الزراعه تقريبا من 97 ل 98%. فانا بستورد ليه؟ لافت للنظر ايضا ويسترعى الانتباه ان الوزير لم يقدم ردا به حل واحد لاي من طلبات الاحاطه اللي تفضلتم بيها. تشوف ده ازاي؟ الحقيقه احنا قلنا كده، والحقيقه انه مش انا بقى، يعني انا عايز استرجع ما قاله السيد رئيس مجلس النواب شخصيا. قال له يا سياده الوزير انت لم تقدم حلا. وانا عايز افكرك واقول لك يا سياده الوزير قدام الناس كلها انه هو حمل المسؤوليه لرئيس الوزراء وللحكومه. وهو قال كده، قال ان المسؤوليه التشاركيه والتضامنيه، هو كل الامور هرب منها. وده شيء مستغرب جدا انه هو، يعني احنا بنفترض الدكتور علي مصلح انه وزير سياسي وانه يعني عنده خبره وعنده من الكاسه، لكن كان في ملاحظتين. الملاحظه الاولى هي انكار شديد جدا للواقع. الملاحظه الثانيه هي فكره انه لا يقدم بالفعل اي حل، يعني مش جاي النهارده يقول والله انا مثلا هقوم بافتتاح مجموعه كبيره جدا جديده من المجمعات الاستهلاكيه عشان خاطر تبقى موجوده في القرى والنجوع تواجه ده. هدعم المجمعات الاستهلاكيه بسلع 1 2 3 4، على بال ما يجي شهر رمضان مثلا هكون نزلت عدد اطنان كذا من الرز و فالحقيقه انه ما فيش الكلام ده كله. الحقيقه انه في حاله انكار شديده جدا لدى السيد الوزير، وربما بعضها كان هناك تعالي في الرد وهروب من المسؤوليه. وبالتالي انا كنت بنتظر وانا ما زلت منتظر انه مجلس الوزراء نفسه يقول لنا هل ما قال السيد الوزير صحيح، لانه هي مسؤوليه على الجميع وهم كلهم، وان هم ما فيش مشكله عنده الدنيا تمام والمشكله في مجلس الوزراء، فيقول لنا ده. ما فيش الكلام ده يبقى يطلعوا يقولوا لنا برضه ويعرفونا. والحقيقه انه اللي لازم تبقى فاهمه الحكومه الفتره اللي جايه ولازم يبقى عارفين انه مجلس النواب، وانا بظن ان اللي انا شفته النهارده من سيد رئيس مجلس النواب يعني كانت حاجه في قمه الروعه من بدايه الجلسه. انا بقول له انه مجلس النواب في الفتره القادمه والنواب مش هيسكتوا على اي حاجه وهيواجهوا الحكومه بالحقائق، لانه في النهايه انا مع كامل احترامي للسيد الوزير الدكتور علي مصلح هو قاعد في مكتبه، لكن انا اللي بنزل كل يوم الشارع، انا بكلمك دلوقتي يوسف وانا في شبين القناطر في دايرتي، وانا اللي بقابل الناس، واحنا اللي الناس بتقول لنا الاسعار، احنا اللي الناس بتقول لنا الغلاء، احنا اللي الناس بتقول لنا على كل حاجه. وبالتالي زي ما الناس بتقابلنا وبتواجهنا وبتقول لنا، فاحنا هنواجهك وهنقول لك وهنسمعك اللي الناس بتقوله لنا. طيب يمكن انا هسالك على حاجه كمان او بالادق انا عايز اخد رايك فيها، او يعني تصححني حتى اذا كنت غلطان يا محمود. النهارده زميلنا اخونا عبد المنعم امام لما اتكلم مع الوزير فذكر له جمله كده، قال له سبق ورديت بتهكم في احد البرامج التلفزيونيه على سؤال بانه الناس زعلانه جامد، قال واحنا بنعتذر لهم جامد. انا لاحظت حاجه تانية، انه معالي الوزير النهارده وهو يتحدث فكان يخلي مسؤوليته بطريقه يعني انا لو وقعت مش هقع لوحدي، فقال المشكله في المحافظين والمشكله في بقيه الحكومه وحتى اعلاها. هل ده ظن في تفكيري الخاص ولا انه ده استرعى انتباهكم ايضا؟ انا بقول لك ده استرعى انتباه رئيس مجلس النواب، يعني هو قال كده رئيس مجلس النواب. وهو الحقيقه انه احنا عندنا ازمه كبيره مع الدكتور علي مصلحي، وهو مش عارف يعني ازمه التصريحات الحقيقيه وفكره التهكم. يعني انا المره اللي فاتت طلب الاحاطه بتاعي كان حوالين لما قال في تصريح قدام الناس كلها في مؤتمر، قال المواطن بيقول عايز الطيور بتاخد تموين وبتتقنعر، بتاخد دعم وبتتقنعر. وساعتها انا واجهته بهذه الكلمه وقلت له لا، ما ينفعش انت اصلا تقول كده على المواطن. زائد ان هو كان في بعض الاحيان يعني يبتسم في طلبات الاحاطه، واللي قاله عبد المنعم صديقنا ده طبعا في المداخله التلفزيونيه قال كده وكانه بيتهكم. يعني هو الحقيقه يعني رغم ان انا برضو بفترض فيه انه شخص يعني لديه خبره سياسيه وحنكه سياسيه طبعا، لكن في النهايه لا، التصريحات تحتاج الى ضبط كبير جدا. وانا بعتقد ان الدكتور مصطفى مدبولي لازم يجيبه ويراجعه في هذه التصريحات، ولازم يقول له يعني انت تتنصل من المسؤوليه، واذا كنت تريد التنصل من المسؤوليه فبشكل واضح كده ما ترميهاش على غيرك. وعشان كده انا بصراحه انا لو منه بعد كثير من الازمات التي حدثت خلال الفتره الماضيه في وزارته، وبعد كثير من الازمات اللي بتحصل في الشارع، هو شايف ان هو قادر يحل خلاص يتفضل ويسيب مجال لغيره يمكن يجي يقدر يحل. تشوف يعني انه حاليا به يعني انا حتى النهارده قلت له اتمنى ان انا اشوف جمله واحده هي اللي هتحل لنا الازمات،
تقول في نهاية بيانك وطرحت عليه جملة إن السلطة والوزارة ليست مخلما أو مكسبا، ولكنها أصبحت عبئا كبيرا وهما كبيرا، وبالتالي أنا أتنحى من أو أطلب. أنا أتمنى أسمع ده منه، ربما يكون حل. أنت إذن ترجح إنه يعني ينسحب من موقعه الرسمي كوزيرة للتموين والتجارة الداخلية؟ أنا قلت كده النهارده ده بشكل واضح، يعني أنا بشوف إنه بصراحة صحة الوزير لم يعد بها كياسة. أنا بشوف إنه يعني حتى يعني الفكرة هي مثلا في السياسة، يعني يقول لك أنت مش قادر تواجه الناس، عندك مشكلة كبيرة مش عارف تحلها، يعني فلتقل خيرا أو لتصمت. لكن مع الوزير لم يكن خيرا ولا يصمت، ودي مشكلة، يعني دي مشكلة في حد ذاتها. لا بصراحة يعني وزارة التموين أصبحت عبئا كبيرا علينا للأسف الشديد، عبء، وللأسف الشديد أنه هو أكبر الأعباء، لأنه ده اللي متعلق بالحياة اليومية ومعيشة المواطن بشكل يومي بل وكل ساعة. يعني أشكرك جدا 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 سيادة النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب المصري.